دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة، أولا مبروك، الحمد لله أنجزنا كأس العالم، نظمنا على أعلى مستوى، الحمد لله. أولا مبروك لحضرتك. استاذ احمد، انا يعني بشكرك، انت يعني كنت رفيق فتح كده من البدايه معانا، واشرت لنقاط كتير جدا من بدايه التفكير في البطوله والبدايه العمليه واستعراضك لمنشاتنا الجميله جوه مصر وبره مصر. الحمد لله النهارده يعني كان محفل كبير جدا، نعتز ونفتخر ان العالم كله كان في مصر والعالم كله مشي بسلام. سلام، شاف السلام الامني، شاف السلام الصحي، شاف حاجات الحمد لله يعني الدنيا كلها أشاد بيها. البطولة وقفت وراها الدولة المصرية، متمثلة في فخامة الرئيس، متمثلة في دولة رئيس الوزراء، متمثلة في يعني كل وزراء مصر ورا هذا النجاح الكبير اللي أشاد بيه، سواء رسالة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية اللي قال هنستفاد كتير من هذه البطولة للدورة الأولمبية، يعني الدول اللي قالت احنا لازم نعرف تعاملته ايه اللي هيستضيف كاس العالم اللي جاي. الحمد لله يعني مصر اخذت ما تستحق من خلال هذا المحفل الرياضي الكبير باثاره يعني كبيره جدا جدا جدا. وايضا الجانب الرياضي اللي فيه شفنا يعني ولادنا كفاح شباب مصر لغايه اخر درجه واخر نقطه بهذا الشكل. ويكفي ان الفرقتين اللي يعني احنا تعادلنا مع فرقه وعملنا مشوار كبير جدا مع الفرقه الثانيه هم اللي لعبوا على النهائي، ده دليل على دنمارك والسويد. صحيح. طبعا دنمارك والسويد، واول مره في تاريخ الهاندبول يحصل اكسترا تايم مرتين فيناليتيز بهذا الشكل. الحمد لله يعني النهارده كانت فرحه على الجميع، ودوله رئيس الوزراء يعني واقف معانا من البدايه لغايه النهايه ويعني كسبنا التحدي، كسبنا، كنا قدام تحدي وكسبناه. احنا البطولة دي كان فيها تحديات كتيرة جدا جدا للدولة المصرية، وقت قليل جدا ان احنا نبني ونخلص انتفاقاتنا. وقت يعني مفهوم البطولة واستيعاب الاعداد الكتيرة دي. والبطولة الثالثة هي بطولة كورونا، يعني احنا كنا بنعمل بطولة العالم للكورونا وبعدين في النص البطولة الطبيعية. نعم. وطبعا قبلهما الانشاءات، وطبعا تعاوننا مع الهيئه الهندسيه اللي هي يعني تخلص هذه التحف بهذا الشكل. يعني سياده الوزير، بصراحه وصلنا الحمد لله لهذا اليوم والختام، ايه الملاحظات؟ عايز اتكلم اللي كنا نتمنى انها تبقى موجوده وما عرفتهاش نعملها، غير الجمهور. هل في حاجه غير الجمهور؟ فقط بص، يعني انا دايما بعمل في شغلي ايفالويشن، يعني نيجي نعمل كده، نقعد بعد ما الحدث على طول نجيب كل المفردة ونحلل المفردة بكل مقبلاتها. احنا ما عندناش حاجة غير ان افتقدنا ان البطولة يكون لها جماهير ويكون في سوق رياضي زي ما عملنا في كاس الامم الافريقية 2019، محفل خارج الصالة وداخل الصالة، ويعني احداث بيسموها الفان زون، احداث كده ناس بتلعب العاب الكترونية وناس شركات عارضة وجماهير بالاسر جايه، ده الحاجه الوحيده اللي افتقدناها. لكن يعني يمكن افتقدنا جماهير لكن كسبنا بطوله، لان المعادله كانت يعني في الاخر صعبه، يعني ان احنا يكون في جماهير، وده من خلال الاتحاد الدولي والدول اللي موجوده علشان الدول تيجي. ويعني يمكن انا عايز اقول لك كان في تخوف لغايه اخر لحظه، وعملنا مجهود كبير جدا ان احنا نعرض لهم مجهودات الدولة المصرية. تخوف من المشاركة. تخوف المشاركة، وعشان يعني كان ممكن في وقت من الأوقات ما نلاقيش حد جاي، أو كله مش هتتلغي البطولة؟ أو نسبة كبيرة طبعاً. لأن العالم كله بيعمل لوك داون، بيقفل، وفي زيادة الانتشار في كل الدنيا كلها. عشان كده يمكن الإجابة اللي هقولها لأول مرة. أقنعناهم إزاي سيادة الوزير؟ يعني إزاي أقنعناهم؟ بص حضرتك، أولاً فكرنا في موضوع البابل والتأمين الكبير الطبي. ثانيا قلنا نخاطب الناس ازاي، ويمكن ده يمكن بقوله لاول مره، فكرت في فكره ان احنا نعمل ده في هيئه الاستعلامات. ليه اخترنا هيئه الاستعلامات؟ لان هنجيب كل وكالات الانباء الداخليه، كل السفراء الدول، وهنفتح من خلال الاتحاد الدولي مع كل الوفود بره مصر والدول بره مصر.
وعملنا برزنتيشن كبير جدا للفور بابلز اللي موجود. الفور بابلز ده اجتمع فيه لجنه طبيه من الاتحاد الدولي لكن هو ابتكار مصري اصيل، دكتور حازم خميس، ووزاره الصحه، ووزاره الصحه توالت بعد كده في التنفيذ بشكل يعني مبهر اللي بشكرهم يعني. كمان الامن وايه مفرداته، وعملنا ديتيل وخدنا من 110 واحد من بره مصر اسئله في المؤتمر الصحفي وجاوبنا من خلال الاتحاد الدولي. والسفراء عملوا تقريرهم وانا يعني متذكر جدا. بعد ما خلصنا جه السفير الياباني قال لي على طول احنا هنيجي بدري، وخد شويه بيانات كتيره جدا، وفعلا جه عمل المعسكر بتاعه بدري في القاهره، ثم يعني في اسكندريه الملعب بتاعه، وبقيه الدول الحمد لله. كمان الفلتره الكبيره جدا اللي حصلت من خلال الدقه لوزاره الصحه في استقبال والمطار ومساهماته وادائه معانا وتخليه، ان يعني على طول بنعرف مين عنده جاي من بلده بشكل دوكيومنتري مدقق هنحتجزه او هيرجع، ومين هيدخل البابل ما اسميناه البابل. فيعني ما سبناش تفاصيل. اول يوم بعد ما جبنا الفرق وبدا كان في ارتباك. اول يوم ارتباك بدا يعني ملاحظات، حد من احد الدول قال احنا مش حاسين يعني اننا واحد وصغير في السن علشان داخلين ودخلوا البابل ومش عارف لسه، وفي القياس اللي بيتعمل لكل الناس اللي داخله. فتعاملنا بشكل محترف جدا، عملنا اجتماع على طول، صممت ان احنا نعمل اجتماع مع رؤساء الوفود في وجود معالي وزيره الصحه، في وجود ممثل الداخليه، في وجود وزير الشباب والرياضه، في وجود رئيس الاتحاد الدولي، في وجود اللجنه المنظمه، واخذنا يعني كل الاسئله وجاوبنا على كل الحاجات. بعدها على طول عملنا اجتماع مع كل مديري الصالات، في عندنا اثنين، مدير الرياضي اللي هو بيتولى الصاله من بره واحتياجاتها، والفينيو مانجر اللي هو جوه البابل من الداخل، مع منظمة الاتحاد الدولي. الحقيقه قدرنا ان احنا نوفق تفاصيل كتير تغلبنا عليها بسرعه، لدرجه ان احنا طب عامل النظافه دخلنا الناس بتوع النظافه، ودي من شركه المدن احدى شركات الوزاره في الحقيقه، لبسناهم لبس زي اللبس الواقي التام، بيدخل يعمل الشفتات بتاعه ويخرج. تغلبنا على هذه المشكله لان كله في البابل مين وفين. فالحقيقه اليوم الاولاني كنا السؤال بيجاوب على السؤال بتاع حضرتك ايه المشكلات، كنا خلصنا كل مشكلاتنا. وبدا الناس بعد كده اليوم الثاني كان في حرص ان هو مش عايز يخرج الهرم، مش هيخرج من مكانه، بدا يطلبوا ان هم يروحوا الاهرامات والصور الجميله اللي موجوده، بداوا يعبروا تعبيرات ايجابيه. بعد اليوم الاولاني اللي في اسكندريه طلع على البلاج، اتصور بتلقاء نفسه وبعت بره مصر. يعني رحله جميله جدا عملناها من 13 يناير حتى 31 يناير. اتشافت قد ايه عدد المتابعه للبطوله؟ بص احنا بنعمل اكونت ليها عندنا كان بيبث ليها 185 دوله. ايوه بيبث ليه مباشر. يعني حاجه تضرب عدد المباريات اللي ده بعد الايام بعد المشاهده. الصوت سيادة الوزير حاجة اتحركت، معلش اتحركت. طب معلش تمام، لا عايز اسمع حضرتك معلش تاني. سيادة الوزير اسانسير ولا لا؟ لا تاني سيادة الوزير صوت. طيب هنحاول لو لحقنا بسرعه قبل ما نروح للاستاذ كرم جبر كمان عشان ما نتاخرش عليه، لو لحقنا سياده الوزير عشان الجزء ده مهم قبل ما نطلع فاصل، واستقبل ضيفي الكريم كاتب الكبير الاستاذ كرم جبر، نتحدث عن الاعلام ومسؤوليات الاعلام والاجراءات اللي اخذتها امبارح او اللي اخذتها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام امبارح بحاله عدد من المواقع والصحف تناولوا اخبار كثيره عن بعض الامور الخاصه بقضايا. يعني نرجع مرة ثانية سيادة الوزير، حضرتك قلت لي 85 دولة بس مباشر. 185 دولة على مستوى العالم كان عندها بث مباشر لكل مجريات البطولة. فاحنا طبعا بنعمل الاكونت او التعداد بتاع النسب المشاهدة عبر التلفزيون على مستوى العالم، ودي هتتخطى ارقام كتير جدا، يعني حوالي
اضرب كل دوله في فريقها بيلعب كم مباراه في عدد الايام في المباريات اللي موجوده. يعني احنا لوحدينا اليوم بتاع الدنمارك ده اللي في تعادلات في اليوم كان بيشوف في مصر بس يعني. فاحنا طبعا والدنمارك يعني كان عارف 4 مليون في الدنمارك من 5 مليون عدد سكانهم، 5 كان بيتفرج 4 بالظبط. بتكلم بجد طبعا معلومة. طبعا نعم مصر شاهدها خلال الثلاث اسابيع اللي موجودين وزياده يعني ارقام انا واثق لما يطلع العدد تتخطى المليار مشاهده تلفزيونيه غير السوشيال ميديا واحتلالها غير الجرايد الرسميه اللي احنا يعني قدرنا بنجاح ان احنا نجيب ايه اللي بيتكتب في كل الجرايد اللي كانت بتكتب حتى يعني حاجات احنا ما كانتش عجبانا قبل كده كتبت حاجات مش على البطوله يعني عموما يعني عن مصر كتب دعاية. كلام كبير جدا طبعا كلام كبير جدا ببساطه لو في اي حدث يعني بتكلم على حدث كبير زي كده لو اي حدث بتعمل حمله علاقات عامه وتاخد هوا ومكتوب والاخره ودفعت فيها كتير جدا مش ممكن يساوي اللي حصل في هذه البطوله عن مصر. سيد الوزير يعني مره تانية مبروك لحضرتك مبروك لكل واحد كان له مساهمه كبيره في انجاح هذه البطوله والوصول للمباراه النهائيه. هل في اصابات لانه سلوفينيا لما بعد ما غلبناهم قال لك ان احنا حصل عندنا تسمم في مصر، ايه الحكايه؟ تعاملنا بكل الاحترافيه بالليد يعني ما بنسيبش وقع في الحقيقه كمان احنا جبنا بيلاروسيا اللي كانوا بياكلوا معاهم كمان فريق الدنمارك والفريق الصحي وزارة الصحة موجودة هم بعد الماتش كانوا تقريبا عايزين تقرير ورقي فقط لا غير لكن وزارة الصحة موجودين شبه المستشفى جوه طلبت ان تعمل لهم حالا دلوقتي تحليل وعينات وحاجات زي كده رفضوا الناس اللي كانت موجودة معاها في نفس الفندق كتبوا وقالوا الكلام ده يعني عاري من الصحة تماما هم كانوا لخبطوا وخدوا حاجات تانية من بره البابل عارف تعين ايه وحاجات كده يعني اللي هي عملت للبعض يعني زي قال انه خرج عن الجزء الصحي بتاعنا لكن الكلام ده نافي وتعاملنا معاه احترافيا من خلال الميديا والوقائع المكتوبة والاتحاد الدولي طبعا طلع وبرضه كتب الكلام ده مش صحيح انه الكلام ده غير صحيح صحيح. بشكرك دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة.